اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج دايما شباب. بدايه علينا احب اعتذر عن صوتي تعبان شويه، لكن حلقتنا النهارده مميزه جدا وفقراتنا مختلفه، ومعانا ضيوف من الشباب مميزين جدا، وكل واحد فيهم عارف ازاي يحقق مكانه في المجال اللي بيحبه. وضيوفنا هما، اول ضيف معانا هو المصمم العالمي احمد حمدي، وتاني ضيف معانا هيبقى افضل من المدرب كيك بوكسينج في مصر هو محمود الحشاش. هيبقوا معانا في حلقتنا النهارده، استنونا. بس قبل ما نبدا حلقتنا متعودين دايما نقول اخبار كده سريعه. واول خبر معانا النهارده، اكتوبر الوردي من اجل المراه في الولايات المتحده الامريكيه. وقبل 25 عام جاءت فكره تخصيص شهر اكتوبر لزياده وعي المجتمعات بشكل عام، خاصه النساء، حول الاصابه بسرطان الثدي، ويرمز اللون الوردي لهذا المرض. وتضامن الكثير من الدول حول العالم مع هذا المرض بإضاءة اللون الوردي. ومعنا صور على الشاشة زي برج خليفة والبيت الأبيض وبرج إيفل والمكسيك ولبنان وغيرها من الدول. ومصر برضو أقامت جمعية المصرية لصحة المرأة بالتعاون مع فريق جيزا رانرز الماراثون الثاني من أجل الشفاء، بهدف رفع الوعي بهذا المرض، حيث إن الرياضة من شأنها تقليل المخاطر بالإصابة بسرطان الثدي وكذلك الاحتفال بالنجيات من المرض. ونروح للخبر الثاني، وزي ما احنا متعودين دايما ان مسابقات ملكات الجمال دايما بتكون لاختيار فتيات من اعمار صغيره، كلها شباب وحيويه وجمال، لكن نيو جيرسي قررت عقد مسابقه مختلفه لملكات جمال السيدات التي تتراوح اعمارهم من 60 ل 90 سنه في دورتها 39. وانتهت المسابقه بتتويج كارولين هاردن لتحمل لقب ملكه جمال سينيور امريكا 2017 بعد منافسه طويله استمرت لمده 3 ايام في اتلانتيك سيتي، وابهرت الجماهير خلال فقره المواهب من خلال الغناء. وده بيبين ان الجمال ملهوش سن ومش معيار لجمال المراه. ونروح للخبر، واخر خبر معانا، معظم الناس بيحسوا بالملل لما يزوروا المتاحف، لكن لما تزور معرض المصور الفرنسي ستيفان دراشن اكيد مش هتحس بالشعور ده، عشان دايما بيخلق مشاريع فنيه مميزه. ومن المشاريع المميزه قام بالتقاط صور للزوار اللي بيرتدوا ملابس متطابقه مع اللوحات الفنيه التي تعرض في المتاحف التي قام بزيارتها. والصور على الشاشه ممكن تبين انها متفق عليها، لكن الصور بعد صبر طويل تم التقاطها وخلال زيارته المختلفه في كل من فرنسا وايطاليا والمانيا، وكانت نتيجه صبر طويل مجموعه فريده من الصور لتضمن روح الدعابه والفكاهه التي تعكس انسجام غير متوقع بين الناس والاعمال الفنيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه اخبارنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيفنا المصمم الازياء العالمي احمد حمدي. استنوا. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل، ومعانا المصمم الازياء العالمي احمد حمدي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورنا النهارده. سوري عندي بعد فممكن الصوت. الف سلام عليك. الله يسلمك. حضرتك يا مصمم ازياء عالمي لبيت الرجال، مظبوط؟ ده كان حلمك من انت صغير ولا جه صدفه؟ وليه اخترت انت بقى التصميم للبيت الرجاليه؟ لا، هو ما كانش حلمي من وانا صغير، هو كان حلمي بس كله ان انا اكون عندي برايفت بزنس. فقعدت افكر ايه هو اللي ممكن اخليه يبقى حاجه بزنس ليها بتاعي. فلقيت ان انا موهوب او شاطر في حاجه معينه اللي هي طريقه التركيب اللبس. فمن هنا قلت طب خلاص ابتدي اديفلوب نفسي واطور نفسي في الحته ديت. فابتديت اخد كورسز بره مصر. بعد كده حسيت ان انا وصلت لسقف الموضوع ده، فقلت ايه اللي ممكن الستيب اللي بعدها. كان اتاحني الفرصه اللي انا كنت قاعد في امريكا، وانا في امريكا تعرفت على فاشن ديزاينرز، فقلت مش معنى هما ان هما مش اشطر مني مش اذكى مني في اي حاجه. فابتديت ان انا رجعت مصر ودرست فاشن ديزاين وابتديت اتعلم، ومن هنا الموضوع ابتدى ان انا اعمل لنفسي برايفت بزنس بشكل مختلف بشكل جديد. طب وليه اخترت بيت الرجالي بشكل عام؟ لقيت بصراحه في تقصير جامد جدا في السوق المصري في موضوع بدل الرجالي، ان هي بدل تقليديه، بدل ما فيهاش لعب كتير. فابتديت ان انا اخش بتركيب الفكر الجديد اللي هو تركيب الالوان ماشيه ازاي مع بعض، تركيب البدل منديل والجرافطه بكل حاجه بشغل مختلف شويه عن زمان. طب مصمم الازياء
احمد حمدي بستوحي تصاميمك منين؟ الانسبيريشن بتاعي بيرجع كله من الاربعينات والخمسينات والثلاثينات كمان. الموضة بتاعتي ان كان مصر معروفة او قاهرة كانت في سنة 1925 خدت اجمل مدينة في العالم. فالفترة دي كانت فترة جميلة جدا، فترة فيها ذوق راقي جدا، فترة فيها نظام، فيها تحضر للناس اللي فيها. فابتديت ان انا عاوز ارجع ولو جزء بسيط من الحاجة دي، في من ناحية تصميماتي ومن ناحية لبسي ومن ناحية تركيبي للالوان والشياكة فيها كانت عاملة ازاي. طب انا مش هسألك السؤال التقليدي بتاع احدث الوان الموضة والشتاء 2017 و18، حابب تستخدم خامات مصرية ولا مستوردة؟ الفترة دي انا بستخدم كلها قماشات مستوردة، كلها استيراد، واتمنى ان شاء الله ان انا ممكن في يوم من الايام ان انا اصنع هنا قماش في مصر، اللي انا كده كده تصنيعي للبدلة او القميص او واتيفر او حتى الجزمة بصنعها هنا في مصر. بس الفكرة كلها ان اللي انا بستورد كل قماشي او كل خاماتي كلها من بره. وليه ما يبقاش قماش مصري؟ اتمنى ان المصري يعني الدولة تدعم الشباب وتدعم اي مجال ليها علاقة باي مشروع زي اللبس زي الاكل زي اي حاجة، ان الدولة تدعمه وتقف جنبه من ناحية مكان، من ناحية خامات نعرف نعملها بكل حاجة. بس دلوقتي انا بضطر غصب عني ان انا استورد من بره. يعني اي مصمم مصري اللي محتاجه من الدولة يعني اللي تدعمه او تعمله لتطوير الصناعة في مصر؟ الحاجات اللي هي ممكن الدولة تدعمنا فيها ان هي تبتدي توفر اماكن لتعليم، مثلا نبتدي باول حاجة ان هي بتعليم الناس او الشباب، على لو نتكلم في سكشن او جزء بتاع تصميمات اللبس او اللبس المجال اللبس، يعني تبتدي تعلم تطلع ناس تطلع مجالات. احنا عندنا ناس كتيرة جدا، بس مشكلة ما بنستغلش الناس زي كده. بنستغلها ازاي؟ زي فنون تطبيقية او فنون جميلة بيبقى في ناس خريجة قسم فاشن، بس بيطلعوا ما بيشتغلوش اي حاجة، نادرين اول ما بيجي يشتغلوا. لا، احنا ممكن نطور من عندنا مصنع غزلة والمحلة، احنا ممكن نطوره جامد جدا. هو مقسوم الموضوع المصنع ده لجزئين، جزء تصنيع قماش تمام، وجزء او نسيج يعني، وجزء تصنيع بدلة. احنا ممكن نستغل الموضوع دوت ان احنا نجيب مصممين يبتدوا يعملوا تصميمات للقماش، عشان القماش ده برضو ليه تصميم، يبتدي يشتغلوا عليه والنسيج ويظبطوا كل حاجة، ويبتدي من الناحية التانية ان تنور من التصنيع البدلة. طب ممكن تصميم الازياء بيحتاج ايد ماهرة للتصنيع، ممكن في مصر موجود الناس يساعدوا؟ الموضوع خلي بالك مش موضوع ايد ماهرة ولا حاجة، هو موضوع تحط سيستم، يبتدي تحط سيستم كل واحد مسؤول عن حاجة صغيرة بس ان يبتدي يشتغل فيها تمام. وهنا السيستم دوت هو بناء عليه انت تعرفي تبني عليه مصنع، وتبتدي تعرفي تطلعي ان هو بيعمل جزء صغير جدا في الحاجة. زي مثلا انا مثلا عندي في المصنع بخليهم يعملوا مثلا واحد متخصص جيب، ده مش حاجة، مش ايد ماهرة ولا حاجة، حاجة بسيطة جدا، بس واحد متخصص جيب، واحد متخصص ياقم، واحد متخصص كم. فدوت التخصصات ديت، وهو ده الفكر بتاع بره تمام، ان هم بيعملوا كل حاجة تخصص، اللي هو مش محتاج اي ايد ماهرة ولا حاجة، هو بيعلمه يعمل الحاجة دي ازاي وصح ازاي، ويبتدي يشتغل عليها فيطلع حاجة كواليتي نظيفة. وهنا من هنا نقدر نكمبيت او نتنافس مع الناس بره، هي دي الفكرة. طب ايه التحديات اللي واجهت حضرتك في الموضوع التحديات ولا الصعوبات؟ عادي، ما في ممكن مشاكل واجهت لك وفيها حاجات ممكن اثرت انت توصل ليها؟ دايما الحاجات اللي كانت مشاكل بتواجهني الخامات، هي دي اللي كانت اكتر حاجات بتواجهني هنا في مصر، واتمنى ان مصر تبتدي تنتج خامات نظيفه او خامات كويسه، ما يبقاش كل الخامات اللي بنستخدمها خامات حاجات اللي هي يلا قلبه وقومه. لا، احنا مش عاوزين حاجه كده، عاوزين نطلع خامات نظيفه، ان زي في ناس مستوى اجتماعي عالي، في ناس برضو مستوى اجتماعي متوسط، فيبقى لازم يخاطب الجزئين، ما يخاطبش جزء واحد. فده بنتمناه من الدوله تبتدي تطلع مصانع وتبتدي تنتج مصانع للخامات اللي هي العاليه. فدي كانت المشاكل اللي كانت بتقف قدامي، حته الخامات نفسها في استخدامها. السكشن الثاني اللي هي من ناحيه الايد العامله، احنا عندنا ايد عامله جامده جدا 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 في مصر، بس النقطه كلها ان هي مش عاوزين يشتغلوا كويس قوي. فدايما على طول لازم يبقى فيه تحفز، التحفز ده بيجي من صاحب العمل او اي حاجه، بس لازم الدوله تبتدي تطوره ازاي، من ناحية التأمين الصحي، من ناحيه حاجات تقدر تقف جنبه، بيحس ان هو يحس ان هو لا الدوله واقفه جنبه مش صاحب العمل بس. يعني انت شايف ممكن تكون الدوله تعمل فاشن شوز مشهورين
خطوبه عالميه يحضروا فيها. بالظبط كده بالظبط كده. كوريا كانت جت عملت فاشن شو هنا في مصر, جابت مصممين ازياء من بره وعملت فاشن شو وحضر فيها جزء كبير جدا من الناس. ده الدوله وقفت جنبها. دي بتنشط من ناحيه السياحه, بتنشط من ناحيه تطور التصنيع او الصناعه في من البلد ديت. فاحنا لو قمنا بعمليه زي كده وجبنا مصممين ازياء من بره ويحضروا الفاشن شو بتاعنا هنا, وجبنا فاشن ديزاينرز او مصممين ازياء برضو يعني من كذا مجال يجي هنا مصر, انت بتنشط الاول سياحه, بيجي بتنشط الصناعه المصريه, يبتدي الناس بره تشوف الكواليتي والتقفيل بتاع الشغل هنا في مصر عامل ازاي, وهو ده اللي هيزود وهيطور من مستوانا على مستوى العالم. في حلم انت نفسك تحققه او توصل ليه؟ الحلم اللي انا اوصل ليه اللي انا اقدر اوصل بماركه مصريه على مستألف بيها على مستوى العالم كله, يبقى ليا شو رومز او محلات على مستوى العالم, اتفاخر ان انا مصري مسلم اسمي احمد, ان الموضوع الاسم الاحمد ده الموضوع ده صعب شويه بيبقى بره, فاتمنى ان انا اوصل للعالميه بالشكل ده. طب اخر سؤال فقرتنا, ايه نصيحتك للشباب ازاي يفكروا بره الصندوق؟ كل واحد لازم يدور على حلمه, تمام. اي انسان في الدنيا ليه شاطر او عنده موهبه في حاجه معينه, تمام, بس لازم يدور هو موهوب في ايه ويشوف نفسه هو شاطر في ايه ويبتدي يسعى عليها ويطور نفسه منها, تمام, ويبتدي يحاول يزود نفسه بكورسات. الكورسات ديت مش ضحك على الدقون ولا حاجه, لا دي هي فعلا بتفيد البني ادم. اول حاجه بتفتح له مجالات كبير, بتعرفه بعلاقات, بتعمل له علاقات جامده, بيقابل ناس كتير فيها, فيبتدي من هنا هو يبتدي يمشي ورا حلمه وما يحاولش يحبط ولا اي حاجه, ان في ناس كتير جدا هتقف قدامه والناس تقول له اللي انت بتعمله ده اي كلام وملهوش اي لازمه وانت تعبان وانت وانت وانت, لا ما يستسلمش للكلام دوت ويحط دايما هدف قدامه عشان يقدر يوصل له. طب نشكر حضرتك جدا على وجودك معانا, واكيد الوقت قليل اكيد نحتاج اكتر من كده, بس حضرتك هي نورتنا ونشكرك على وجودنا. وهنطلع فاصل مشاهدينا وهنرجع تاني نكمل فقراتنا, استنونا. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين, تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل ومعنا ضيفنا مميز, هو محمود الحشاش افضل مدرب الكيك بوكسينج في مصر واول واحد يستضيف برامج للقتال والدفاع عن النفس في مصر, هيكون معانا دلوقتي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا ازيك يا دكتور, ميرسي. اكيد حضرتك يعني من افضل مدربين مصر في الكيك بوكسينج, لكن في قصه مميزه جدا ممكن كتير ما يكونوش عارفين عنها قبل ما تبقى من مدربين الكيك بوكس. حضرتك كنت محلل سياسي في الاول, محلل مالي سوري قصدي, محلل مالي, وسبت التخصص ده وقررت اني تبقى مدرب. امتى قررت تبقى المدرب للرياضه دي؟ بصي انا بقالي سنه بمرن, بلعب اللعبه دي بقالي 10 سنين. طول عمري نفسي يعني اسيب طبعا مجال الشغل او الروتين اللي الناس كلها بتمشي فيه واعمل حاجه انا بحبها, فولو ماي باشن فيها. وطبعا في مصر المجتمع اللي احنا عايشين فيه ان انت تتخرج من الجامعه ولازم تروح تاخد وظيفه ولازم يبقى عندك وظيفه ودخل شهري ثابت والكلام ده كله, ان انت تكسر القاعده بقى وتسيب الشغل والروتين وتروح تعمل حاجه انت بتحبها مش ضامن ان هي تمشي ولا لا, فده ريسك عالي قوي محدش بياخده في مصر. معظم الناس كتير قوي شاطره في حاجات كتير يعني ما بيعرفوش يعملوا اللي هم عايزينه من الخوف اللي هو مزروع فيهم ان هم صغيرين هم لازم يفضلوا ورا الوظيفه. انا كنت بشتغل فاينانشال اناليست, قعدت اشتغل 2.5 سنين, وكنت بشتغل في شركه كويسه جدا وكنت بريبورت للسي او, كان يعني البوزيشن بتاعي كويس, وانا ستيل لحد النهارده بحب الشغلانه دي وكنت اتمنى اكمل فيها. بس انا لقيت الباشن بتاعي في ان انا امرن كيك بوكسنج بغض النظر ان انا بحب العبها جدا, فجربت امرن, لقيت نفسي في التمرين, لقيت نفسي شاطر جدا في ان انا بمرن, كلام الناس طبعا مش ما خدتش من رايي انا الشخصي بس, فقررت استقيل وادي فول تايم بتاعي ليها وبس. ليك يعني اخترت رياضه الكيك بوكسنج؟ يعني في رياضات كتير, اشمعنى دي بوجه يعني؟ انا لعبت رياضات كتير جدا زي بقيه الناس, لعبت تنس وسكواش وعمت ولعبت حاجات كتير جدا.
انا لقيت نفسي في الرياضه دي، ان هي بتميكس اب بتجيب يعني بتعلي الفيتنس والسترينث اند كونديشن بتاع الشخص اللي بيلعبها سواء بنت او ولد، وفي نفس الوقت بتزود عندك السكيل بتاعه الضرب، فبتعرفي لو اتحطيتي في موقف تدافعي عن نفسك، بتطلع الستريس من ونيجاتيف انرجي عامه من الجسم، لو ما بتخليش الشخص عنيف خالص زي ما الناس فاهمه. يعني لو حد فاهم ان هو اتمرن لعبه قتاليه زي دي ان هو هيبقى عنيف جدا مع بقيه الناس في الشارع او في حياته، بالعكس هو ممكن يبقى عنيف قبل لو هو طبعه كده، اللعبه بشكل او اخر هي بتهديه، لا بيبقاش عنيف خالص، بالعكس بيطلع طاقته كلها فيها. وانا لقيت نفسي فيها، يعني لقيت نفسي شاطر فيها كلاعب حوالي 10 سنين قعدت العبها، وبعد كده لما جربت ابقى مدرب فيها وابدا كوتش لقيت نفسي فيها اكتر. يعني بس ده ما كانش حلمك لوحدك، وممكن كتير ما نكون عارفين ان برضه زوجتك نيفين شاركتك في الحلم ده وقررت، يعني هي ساعدتك في ان هي تعمل حاجات غذائيه صحيه. بصي هقول لك، نيفين احنا نعرف بعض من زمان جدا، كانت معايا في المدرسه، وهي بتطبخ، هي عندها زي هوايتي في الكيك بوكسنج هو هي الطبخ، كانت عامله سمول بزنس ليها اونلاين للديزرتس والاكل عامه. فبدانا انا بدات اركز واخد الموضوع بروفيشنالي كفايتر مش ككوتش، كان لازم امشي ورا نيوتريشن بلان معين التزم بيه عشان افضل يعني ماشي مع الويت بتاعي واعرف العب الفايتس في الويت ديفيجن المطلوب مني. ففي الطبيعي طبعا معظم الاهالي في مصر وكده مش متفهمني الكلام ده، فبيبقوا الفايترز او اللعيبه هم اللي بيضطروا ياخدوا بالهم من اكلهم سواء يشتروا جاهز او يعملوه، فهي نيفين كانت بتعملي اكلي. فواحده واحده بدانا، هي كانت بتساعدني في القصه دي، بدانا بقى ان احنا ليه ما نعملش ان هي تبدا تشتغل برده زي ما انا بقيت اشتغل في الكيك بوكسنج، ان هي تعمل بيج على السوشيال ميديا عامه وتبدا تبيع الاكل الصحي للناس اللي هي بتلعب رياضه، مش لازم رياضتي، يعني في ناس كتير بياخدوا منها اكل بيجروا بيروحوا الجيم، ان كان اي حد عايز يمشي على نظام صحي معين واكل معين بيبعت لها وهي بتبريبير الاكل ده ويكلي ليهم وبس. هي قررت تمشي في نفس الطريقه مع بعض وتحقق حلم انت بتحبه بالظبط. هي كانت برضو بتشتغل مدرسه في مدرسه، ده الترند اللي ماشي اليومين دول، معظم البنات يعني بيشتغلوا مدرسين وكده، فسابت برضو الشغل زيي وفتحت الاون بزنس. بس انا عايزه ان انت خسرت وزن 145 كيلو ل 80 كيلو، كان ايه احساسك وشعورك لما قررت لقيت نفسك اتغيرت، ومش لما قررت ان انت تغير نفسك جالك امتى القرار ده؟ قصدك ليه قررت اغير نفسي؟ لما شفت شعورك اول مره لما اتغيرت. بصي انا طول عمري يعني في فتره السن المراهقه اللي هو التينيجر، يعني الفتره دي كلها كنت تخين فيها قوي، وما كانش فارق معايا، ما كانش بيفرق معايا ان انا تخين او رفيع، يعني معظم الناس بتبقى الموضوع مقلل من ثقتهم من نفسهم. فور اكزامبل مثلا ممكن يجوا على البحر ما يردوش ينزلوا على البحر عشان بيتكسفوا. انا مثلا كنت 140 كيلو كنت عادي ممكن اقلع بالمايو عادي وانزل البحر كان شايفش معايا خالص. خدت القرار ان انا عايز اغير من نفسي ده فجاه، صحيت من النوم، حاولت اخس كتير زمان مع دكاتره والكلام ده ما عرفتش، وما كنتش عايزها من جوه قوي. في يوم صحيت من النوم كده حسيت ان انا عايز اتغير عايز اخس، اول يوم ده خدت قرار خسيت مع نفسي لوحدي من غير اي دكتور، قعدت اذاكر وقعدت اقرا اونلاين على النيوتريشن وكده وخسست نفسي. انا فاكر خسيت اول 30 كيلو في 45 يوم، وبعد كده تخنت حوالي 7 كيلو، بعد كده خسيت تاني لغايه 80. طب في حلم شايف ان انت لسه مش حققته نفسك تحققه؟ انا في حاجه في دماغي كده نفسي احققها، انا عملت برنامج سيلف ديفنس، انا اول واحد اعمله في مصر وفي الوطن العربي عامه، عملت 12 حلقه على السوشيال ميديا عشان اتست بيهم اشوف الناس يعني هيحبوا الفكره ولا لا، فعملت ال 12 حلقه دول نزلت منهم 8، والناس كانت انترست كتير في الموضوع ده وشيرز كانت كتير وريفيوز. واللي في دماغي دلوقتي ان انا عايز انتج برنامج، اصور برنامج تلفزيوني يعني بيتارجت البنات اكتر عشان نسبه التحرش دلوقتي بقت كتيره جدا في الشارع، فعايز اوري تكنيكس للبنات العاديه اللي هم مش بيلعبوا رياضه واللي هم مش جامدين، هم مش محتاجه يعني الحاجات اللي انا هوريها دي، انت مش محتاجه تبقي بنت قويه او بتلعبي رياضه او فت او اي حاجه ان انت تعرفي تنفذيها، هي حاجه بيزك قوي، ان هي لو حد حاول يضايقك، حد حاول يشيلك، حد حاول يخطفك، لو كتفتي ازاي تفكي، حاجات كده كتير. فانا عايز اصور البرنامج ده وحلمي يعني ان انا اطلع بيه على التلفزيون. طب اخر سؤال معايا، نصيحه تديها للشباب من خلال تجربتك اللي نفسهم يحققوا حاجه ومش عارفين؟ النصيحه، انا لما بدات اخس انا عندي ديسكين في ظهري، الديسكين دول هو انزلاق غضروفي،
لما رحت الدكاترة عشان اروح الدكتور عشان عايز اعالج ظهري، قالوا لي انت اصلا ما ينفعش تجري، كان القرار ما ينفعش تجري اساسا، المفروض تمشي تقوم على الاقل. انا اللي بقوله للناس انت ما تستسلمش، مش بقول ان انت تسيب كلام الدكاترة وتعمل اللي انت عايزه، بس ممكن تقرا شوية. انا تعبت نفسي شوية وقريت وشفت وعرفت ازاي اجمد ظهري عشان اسبورت الاصابة دي، ومشيت ورا طريقي يعني. طب احنا اسفين جدا، الحلقه فاكره كانت قليله جدا اكيد، لا استفدنا منك واكيد جمهورنا برضو استفدنا من تجربتك. شكرا جدا على وجودك معانا. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده من برنامج دايما شباب.